السلام عليكم ورحمة الله. خرجونا الخليفي فاعلة جمعوية مشاركة اليوم من مدينة الداخلة. اليوم الحمد لله ظهر أو بين المغرب جديته وحسن تنظيمه لهذه التظاهرة العالمية التي يشارك فيها أزيد من 12 ألف مشارك من جميع جنسيات أو دول العالم. طبعا جد سعيدة كوني اليوم أمثل جهة الداخلة وادي الذهب والحمد لله هنالك مجموعة من الورشات التي تم مناقشتها منها الهجرة والفقر ومجموعة من النقاط المشتركة اللي إن شاء الله نحن نحاول نناقشها في الاجتماعات التي سنقوم إن شاء الله بحضورها في مدينة الداخلة، نقول لهم الرسالة على أحسن وجه، وإن شاء الله مستقبلا حتى احنا مدينة الداخلة تتنظم كيف هذو الورشات وكيف هذو التظاهرات العالمية. طبعا هذا المؤتمر غيعطي انطباع عالمي والحمد لله غيعطي واحد صورة حسنة على المغرب وعلى الأقاليم الجنوبية وعلى تنمية المغرب في الأقاليم الجنوبية، خصوصا النموذج المغربي نموذج تنموي الأقاليم الجنوبية. طبعا هذا كامل يصب في مصلحة الحمد لله التنمية وتنمية البلاد واقتصادها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والحمد لله نحن جد متفائلين مستقبلا إن شاء الله في هذا الصدد. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.